ديالي غتهضر معاكم شحال امي انت وانت ساكنه هنايا 20 60 عام 60 عام ومول الدار شنو بغا بغي نخوين وانا سيدي كتب عليا وقال لي عندي جوج فيوس وكوزينة هاد البيت اللي عندي هادشي اللي تنقول لك سيدي عندنا بيت واحد سيدي الصلاجم وجاو ترى عاد الملك جديد يشرى الدار وقال لي نعطيك مليون ماشي هو عيم صفر نعطيك مليون وتخوي قلت له سيدي مليون اش غادي قال لي عرفتي اش غادي ديري على يومين ولا قال لي غادي نصلح لك الدار البيت ديالك ولكن زيديني في الكرا قلت له ايه نزيدك في الكرا ما كاين مشكل نزيدك في الكرا ولكن كذب عليا كذب وصيفط لي الدعوه على اسم ديالي وتيقول لي عندي جوج بيوت وكوزينه والمراح وانا تنكتب اي بيت واحد بيت فيه كوزينه فيه كل شيء هزا امي انتي مشلوله وانا العذاب ليكوش ها هو المقدم صيفط لي جوج باكيات ديال ليكوش كل شيء المقدم عارف القائد عرفنا الوضعيه ديالنا لا يرتى لها هاد المهمة ديالي أنا ما يشوفش فيا أنا دابا يشوف هاد الأم هاد المريضة المشلولة إلا كان هو إخواني يشوف هاد المهمة هي هادي ما يعطينيش أنا تنقولها ونعاودها ما يعطينيش أنا يعطيني هاد المهمة فين تكون باش يكذب ويقول أنا أعطيتهم 3 مليون كذاب ما عطاش وما خديناش دا ولدي السيدية المحكمة ولدي دا سيدي المحكمة قال له المحامي جيبها ليا ما قبلوش سيدية قال له هذيك سيدية ديها المالين برا اللي يتفرجوا فيها وما حنا ما تيأثرش علينا داكشي حنا ما تيأثرش علينا داكشي ديها المالين برا اللي تيأثر عليهم وما حنا ما تيأثرش علينا السيدية ديال هاد الله إلا كان هاد المخزن ويلو أمي بحال هكا لا اله الا الله راه ما بقى مخزن في الدنيا نهائيا انا تنطالب سيدنا يشوف ايه حق ميمتي ايه حق ميمتي ياخذ لي حقي فميمتي لي زعافه ما عنديش حتى فين نديرها ما عنديش دابا يكون كان عندي الخوين وما حالو انا ما عنديش حتى باش نكري راه جاتني دقاء النظر جاتني دقاء النظر ما جا معالهاش ما دايراش بحسابها ما كنتوش معلومين لا 15 يوم عطاوك اجل ديالها ما فيهاش 15 يوم فيها كل شيء فيها افراغ لعيب تيقول لي نعول القضائي انا نزلك امك اللوحه في الخلا هذا الاول قضائي قال لي والله ما تاخذي ريال نحرقها على القودات وما تاخذي حتى ريال والاول قضائي تيقول لي نلوح لك امك في الخلا وينو هادي يا كي جا افراغ ويخرجها هي قدامه هاش اش غنقول لك اوليدي لا لا لقيناك عيانة من القلب ديالك يقدر كيضرب بواحد السرعة انت عيانة انا مريضة انا فاتحة الفتيح الكبير ممنوع عليا نهز الثقل ممنوع عليا ندير هذا باش تجي الجيران هادو اي جيراني اللي مضامنين معايا اي جيراننا اللي مضامنين معانا لان انا هزة امي انت عارفيني بان هزة امي ومنين مرت وولدي جاهد كوفي ها هو جالس في الركنة ما عنديش باش غنخوي ما عنديش راه عارفي ما كاينش ولدي ما كاين حتى حاجة هاد مول الدار يكذب علينا وتعدى علينا ياخد فيه ربي الحق لا يصرفوا عليا لا دنيا ولا آخرة لا يصرفوا عليا لا دنيا ولا آخرة كيتعدى على هاد المرأة أنا بغيت له كي تعدى عليا وتعدى هاد الميمه جي ربي اللي تعدى علي وشردني للخلا كوي عطاني شي حاجه وقال لي كوي جاني اي جاني ويتقابل معايا ويقول لي هاك اختي عفاك انا بغيت دوي دارو من حقه ولكن يقول لي هاتي شي بركه باش ترهني او تكري او ديري شي حاجه ما تنوحنيش دابا للخلا ما جا معاش هلا والقضاء وقف الزلقة مع البوليس يتسناوكم اي تمشيو لا والقضاء وقف الزلقة تيتسناوكم اي تمشيو ويجيو البوليس يترشتو علينا هادشي اللي كاين اوليدي
هادشي اللي كاين. انا سخفانه من البارح ما واكلت حتى حاجه، ما واكلاتو فيا السكر وما مكليت لا كينه لا والو، وانا باقا سخفانه. اليوم هي عايشه بالدوايه والمقدم يجيب لي نيكوت والمقدم يطلع عندي الله يكثر خيره. انا ما تنساش المقدم تيجي عندنا وتيطلل وتيعطيني المعاونه. انا ما عنديش، انا امراه ضعيفه امي بتستاهل مسكينه. ها هي امي زحافه كون كانت تنوض ليا عيط لعيب المحسنين تادي تعطيوها المحسنين. المحسنين اللي تيرفعوا عليا، المحسنين اللي تيصيفطوا لها الفلوس، المحسنين اللي تيقولوا لها شري لها الكوت شري لها الدواء. مو كان دير ليا يومين مسكينه ما تحركات.